إنسان بلا خطية وأنت الإله القدوس صاحب العظمة والكرامة والمجد، كل ده عشان تنقذنا من العذاب الأبدي وتدينا حياة أبدية. شكرك نعظمك من كل القلب يا رب. شكرا لك يا أبانا لأنك أنت حطيت في قلوبنا رجاء إن إحنا هنشوفك في يوم من الأيام، وعدت إنك هتيجي. أنت صعدت للسماء لتعد لنا مكان، وديتنا رجاء إنك أنت هتيجي وتاخدنا معاك على السحاب. نشكرك يا رب نعظمك من كل القلب يا رب. إحنا ما نستحقش ده، إحنا مين؟ تراب مصدرة غير موجود، لكن نشكرك لأنك أنت حبتنا محبة أبدية أحببتنا، من أجل ذلك قدمت لينا الرحمة. يا رب احنا بنحط بين ايديك يا رب اجتماعنا في هذا الصباح. يا رب بارك يا رب اجتماعنا، واقبل سجودنا واقبل عبادتنا في هذا الصباح يا سيد. نحط بين ايديك يا رب اخوتنا الموجودين، كل اخ وكل اخت موجود في هذا الاجتماع، بركة للكل وتسديد احتياجات للجميع. نحط بين ايديك يا رب فريق الترنيم، يا رب بركة الفريق الترنيم، كافئهم تعبهم يا سيد. بحط بين إيديك يا رب كل فرد في هذه الكنيسة بيتعب وإنت شايفه، في جنود بيعملوا في صمت، أنت شايفهم وعارفهم وتستطيع أنك أنت تكافئ الكل حسب غناك يا رب. بركة يا رب لأولادك في مدارس الأحد، بركة للشباب، احفظ يا رب شبابنا وأولادنا في هذا العالم، احفظهم يا سيد، اديهم قوة وغلبة على إبليس وعلى الشيطان. يا رب أنا بحط بين إيديك راعي كنيستنا، بركة لي يا سيد في الروح وفي الجسد أيضا. يا رب كلمنا على فمه في هذا الصباح، دينا رسالة يا رب نكون إحنا في احتياج إليها، وافتح يا رب قلوبنا عشان نصغي لكل كلمة بتوجهها لينا، ودينا يا رب شاور يا رب على كل شيء في حياتنا لا يرضيك، وساعدنا عشان نتخلى عنه يا رب. شكرا ليك يا أبانا لأنك أنت أبونا اللي بتسمع لينا وبتستجيب لكل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب يسوع من كل قلوبنا يا رب نشكرك في هذا الصباح، نشكرك من أجل فرصة يا رب تجمعنا فيها حولك، جايين لك يا رب وبنقدم ليك ذبيحة يا رب الحمد والشكر من كل يا رب قلوبنا يا رب المديونة ليك بالشكر والحمد والتسبيح، لأنك ذبحت يا رب واشتريتنا من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب. جايين لك يا رب في هذا الصباح بنسكب يا رب قلوبنا أمامك، وبنعلن ليك يا رب احتياجنا لشخصك. انت قادر يا رب انك تفتح عيوننا على شخصك حتى يا رب نتهلل ونفرح يا رب بوجودك في وسطنا. يا رب قد ايه محتاجين يا رب ان احنا نراك في هذا الصباح، وانك تتلامس يا رب مع قلوبنا واحتياجاتنا. بنجيلك يا رب بحمد قلوبنا وتسبيحنا يا رب، مقدمين ليك يا رب ذبيحة التسبيح. نشكرك لأنك أنت بتقول ذابح الحمد يمجدني. يا رب جايين لك وكل شوقنا يا رب أنك تعطينا فرصة يا رب طيبة من عندك تفيد فيها يا رب علينا بروحك القدوس، وتسود يا رب على كل فقرة من فقرات عبادتنا في هذا اليوم. ولإسمك يا رب كل إكرام ومجد استجيب. آمين. مزمور 25، يا ريت لو نقرأ بعض الأعداد، الخمس أعداد أو السبع الأعداد الأولى من هذا المزمور. مزمور 25 لداود. إليك يا رب أرفع نفسي. احنا جايين هنا قدامه ويمكن نفوسنا يعني تحت في الأرض، لكن بنقول له يا رب احنا إليك يا رب أرفع نفسي، أرفع مشاعري، أعرف أرفع تفكيري، أرفع أفكاري ليك يا رب. إليك يا رب أرفع نفسي،
يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزوا، ليخزى الغادرون بلا سبب. عدد 4، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي، إليك إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأدل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك، من أجل جودك يا رب. خلونا نيجي قدامه ونقول له: كما أنا وليس لي عذر لديك، إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك. آتي أنا إليك يا رب، أرفع نفسي، آتي أنا إليك يا رب، يا حمل الله الوديع. خلونا نيجي كده ونقول له: يا رب كما أنا، جايين قدامك يا رب زي ما احنا بحالتنا قدامك، ارفع نفوسنا يا رب، ارفع أفكارنا، ارفع مشاعرنا ليك، ارفع قلوبنا ليك يا رب. خلينا نتقابل معاك بشخصك، خلينا يا رب واحنا هنا على الأرض نتقابل مع مشيئتك، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لتكن مشيئتك لا مشيئتي، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، تلتقي مشيئتك ومشاعرك وإرادتك بينا النهاردة يا رب، فنعرف اللي في قلبك من جهتنا واللي عايز تقوله لنا النهاردة. Yeah.
أصغر اللي بعد عن بيت أبوه ما كانش يعرف هو الموضوع إزاي يتحل وهو بعيد وحالته تعبانة وحالته يائسة، لكن الحل ما كانش فيه إن هو ينظف نفسه أو يغير من حالته لأنه ما كانش يقدر، لكن الحل إن هو يرجع لأحضان والده وباباه، وباباه اللي يقدر إن ينظف واللي يقدر يلبس واللي يقدر يرجع الكرامة ويرجع المسلوب ويرجع الفرحة من جديد. ما كانش عليه إن هو يعمل حاجة غير إن هو يرتمي ويرجع أعود إلى أبي. عشان كده وإحنا بنقول كما أنا وقد نقضت عهدك جهلا بحبك أهنت مجدك الآن كي لك أكون وحدك آتي أنا يا حمل الله الوديع. وكلنا محتاجين ان احنا نرجع في احضان ابونا، واحنا ممكن نكون بنروح في الاماكن في العالم ممكن بتلوث فينا او بتتعبنا، محتاجين دايما نرجع لاحضان الاب اللي ينظف ويرجع الكرامه والمحبه من جديد. خلونا ناخد فتره تاني نرفع فيها قلوبنا واعيننا ونقول له اليك يا رب أرفع نفسي. يا ريت جوني رضا يتقدمنا في الصلاة. Father God, we thank you for this time you provided, and thank you for each one of us you brought here. God, pray that you'd speak to each one of us, and that you'd use us in your will, Lord. Thank you for all that you provided. Pray, God, that you'd use your servant to speak to us, God, that you'd give us a message, and you'd speak to each one of our hearts, God. Thank you for each one that's here and whoever's listening or wherever they are, God. Pray that you bless them and give us a message, Lord. In Jesus' name, amen. Amen, amen. خلونا نيجي ونقول له أبانا كم نحن نحبك. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. صدقوني ما في ممكن نقدر نيجي ونقول له بنحبك غير لما نمتلي بمحبته، غير لما نقرب منه ونمتلي بمحبته عشان نقدر نحبه. ما احنا ما نقدرش نحبه بأنفسنا،
كل ما فينا من قذارة ومن تعب ومن شهوات ومن أمور بتبعدنا عن ربنا وبتشدنا للعالم، لكن بنمتلي بمحبته وإحنا وبنقدر نقول له بنحبك لما بناخد من محبته. خلونا نيجي ونقول له رب إحنا بنحبك لأنك أنت أحببتنا أولا. الرب إلهنا الكائن والذي يأتي، مبارك الرب إلهنا مليك أبدي، إله أبدي، رب أبدي، أب أبدي. وإحنا بنمسك في الأمور الأبدية وليست في الأمور الزمنية الفانية، لكن خلونا فعلا قلوبنا ونفوسنا النهاردة ترتفع فوق للسماويات إلى الأمور الأبدية والأمور الوقتية، فعلا يعني تغيب عن 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 أنظارنا وتصغر العالم قدامنا. عشان كده المهنم في الترنيمة اللي جاية بيقولوا كل فرحة للنفس، كل بهجة، ترنيمة 136 في كتاب اللي معنا. كل فرحة للنفس، كل بسمة في القلب، نبعها وجودي قربك حبي لك. كل ترنيمات القلب يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك أحبك. كل أفراحي بك ربي لا سواك، كل سلامي وهنايا في رضاك. لك كل ترنيمه
ممكن تصلي لنا. إله الفرح والسلام، نشكرك نعظمك نمجدك لأجل صلاحك. نشكرك يا رب لأجل وجودك يا رب وتشرفنا في اجتماعنا. يا رب يسوع نعظمك لأنك أنت الإله الوحيد اللي ممكن نضع ثقتنا فيك. نعم. أنت يا رب يسوع إله ثقة، وأنت إله أمانة لا جور فيك البتة. أشكرك يا رب يسوع لأن إيدك يا رب معانا منذ الأزل وإلى الأبد. نشكرك يا رب لأن مهما يا رب أخطأنا إليك بجهلنا وبغبائنا، لكن أنت يا رب بتنظر إلينا في المحبوب يسوع الكامل. نشكرك ونمجدك ونعظمك لأنك يا رب لا تعاملنا حسب أخطأنا، ولا تعاملنا يا رب يسوع حسب أثامنا، لكن يا رب يسوع أنت بتنظر لينا كاملين لأنك أنت كامل وقدوس. يا رب يسوع ساعدنا إن إحنا نقرب لك. ساعدنا يا رب ان احنا نكون حسب قلبك وحسب مشيئتك يا رب في الارض، موجودين يا رب هنا حسب مشيئه انت وضعتها وخطه وضعتها لينا يا رب منذ الازل. يا رب من فضلك بنحط حياتنا، بنحط ما بين ايديك يا رب خططنا للمستقبل، بنحط ما بين ايديك كل يا رب افكارنا. قدنا انت يا رب حسب مشيئتك وحسب يا رب يسوع كلامك. حط بين يديك يا رب اجتماعنا. يا رب من فضلك أنت تعلم احتياج قلوبنا كل واحد. يا رب من فضلك أنت تكلم لينا يا رب يسوع. مفيش يا رب حد بيقدر يسدد كل الاحتياجات نفسية وروحية ومادية غيرك أنت. حط بين يديك يا رب يسوع كل رجانا وكل أمننا فيك أنت، لأن أنت الوحيد اللي نثق يا رب أن أنت بتكمل كل ضعف فينا. بارك يا رب بقية اجتماعنا المجد اسمك ولكل مجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك. زي ما صلى أخويا وسيم فعلا بنصلي أن الرب يضمن الأيام اللي جاية تكون في مشيئته، لأن احنا ما نعرفش المستقبل، لكن نعرف أنه نعرف مين اللي معانا في المستقبل وهو اللي بيقود خطواتنا. علشان كده المؤمن بيقول في الترنيمة اللي جاية اللي بدايتها نبارك اسمك في كل يوم، تفضل غايتنا، تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. الترنيمة دي بنقولها في نهاية السنة، لكن في كل أسبوع وفي كل مرة بنيجي قدام ربنا بنقول له يا رب عايزين نعيش حياتنا في مشيئتك، مش بس في بداية سنة وإحنا بنقول تعهدات وبنقول أشواق. يا رب تكون أشواق قلب، ما تكونش أشواق أفواه وألسنة، لكن تكون أشواق حقيقية جوانا إنك تكون غايتنا وهدف حياتنا، ونعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. وتسبيحتنا أفراح تدوم كل المساء.
ننسى يا ربي ليك سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا هدف حياتنا في ترنيمتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب من غير أمين بيتين في سترك وفرحانين واثقين في وعدك انت الأمين انك حافظنا يا رب ليك سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك انك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيمتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك حبك مليمة في ليل طويل ده انت اللي لينا رب وخليل وجهك هدينا بنور جميل نوصل ديارنا يا رب ليك سنين تعدي وكل لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيمتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك واحنا ماشيين في حياتنا وفي البابية محتاجين نسمع وعود ربنا لينا محتاجين نتشجع بوعود الله ومش بس نسمعها ونتشجع لكن نؤمن بالإله اللي وعد إنه أمين وإنه هينفذ وإنه هيكون معانا. ساعات كتيرة وإحنا عايشين في برية بنعيش في قحط في 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 تعب في مرار لأن مش متمسكين بالوعود ومش متمسكين بالشخص اللي وعد وإن نعرف إن اللي وعد هو أمين. هو أمين في مواعيده ليكن كل إنسان كاذب والله صادق عمره ما كان قال وعد وما نفذوش. علشان كده هنيجي النهاردة ونقول له رب ردد لينا مواعيدك من جديد احيي فينا رب كل أمر تعب في حياتنا بوعد جديد تقوله لنا تفتح عينينا عليه برؤية جديدة بإيمان جديد نتمسك بمواعيدك ونعيش بالوعد ده ما تكونش مجرد كلمات لكن تكون كلامك هو روح وحياة الكلمة تدينا حياة تدينا قوة جديدة تدينا نظرة جديدة نظرة إيمان فيها نترفع من المنظور إلى اللي ربنا مجهزه لينا مهما كان المنظور متعب لكن بالإيمان نظروها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء في هذه الأرض. خلونا نيجي ونقول له رب ما أنت كفيل إنك تجريها ما أنت القدير يا رب ما أنت الإله العظيم
ما أنت اللي عندك قوة إنك تصنع المستحيل، أنت كفيل إنك تجري مواعيدك يا رب. وإيماني وإيماني تثبت، وإيماني تثبت. يلي صليت من أجل إيمان بطرس يا رب أشكرك، لأنك ما زلت بتتشفع فيا وفي كل مؤمن ضعيف من أجله حتى لا يفنى إيمانه. يا رب أنت قادر إنك تثبت إيماننا يا رب، تقوي إيماننا يا رب، وإحنا عايشين في برية متعبة تخلي وعودك يا رب دايما جديدة في كل صباح، دايما تكون جديدة وقوية وعالية ومنظورة قدام يا رب، وما تضيعش أبدا وعودك من أمام عيني، لكن تكون أنت يا رب وبوعودك مالي عيني ومالي حياتي ومالي قلبي. خلونا نيجي نقول الترنيمة اللي جاية دي وإحنا نثق في موعيد الله. كل المواعيد
طاقتي مستني قوي رجائك بما هو أنا ترى اتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هتراح ثقتي مستني قوي رجائك بما هو أنا ترى كل المواعيد. لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. بعدها على طول في آية جميلة بتقول هوذا منتفخة غيب مستقيمة نفسه فيه والبار بإيمانه يعمل إيه؟ والبار بإيمانه يحيا، مش بالجيوش ولا بالقدرة ولا بالقدرة البشرية، لكن البار بإيمانه يحيا ويعيش ويتحرك. الآية دي البار بإيمانه يحيا اتقالت في العهد الرومي أعتقد وفي مكان ثالث، البار بإيمانه يحيى، أنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، مش هنقدر ولا بالجيوش ولا بالقدرة البشرية نقدر نحقق حاجة، لكن بمواعيد الله الصادقة والأمينة وبالإيمان، بالإيمان فالله الذي لا يكذب إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. الترنيمة اللي جاية بتقول يا كنيسة، قبل ما نقول يا كنيسة افرحي هنقول اطمن 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 اوعى تخاف. فاكرينها الترنيمة قلناها في المؤتمر؟ اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كافيه طول ما انت ماسك في ايديه، اطمن اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الأسد الخارج غالب وهيفضل غالب، اطمن اطمن على الموج العالي بيمشي وكمان المرضى بيشفي، يدي وبالنعمة يكفي وسدد الاحتياجات، في البحر يشق طريق يتمجد وسط الضيق، وأما الأحوال بالضيق يجي ويصنع قوات. كلمات جميلة كلمات جميلة بس بتتقلب ميوزك سرعة شوية، لكن خلونا ربنا يدينا نعمة علشان نتأمل في هذه الكلمات وما ننشغلش كتير بالميوزك، لكن ننشغل بالكلمات وبالوعود الله الأمينة، ونتمسك بالله العظيم اللي في كل موقف كان فيه أمور صعبة نلاقي بيتكلم كلمتين بس، كلمة واحدة أنا هو، بس أنا هو يكفي هذا، قالها مرة ولما يجم يقبضوا عليه أنا هو كلهم انطرحوا على الأرض، يكفي أنه يدخل في المشهد، يكفي أنه هو يكون موجود في حياتنا ويتكلم ويقول أنا هو، بس كفاية كفاية، تكفي هذه الكلمة، أنا هو الأزلي، أنا هو الأبدي الذي ليس له بداية وليس له ليست له نهاية، هو الحاضر، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، أنا هو موجود في كل موقف من مواقف حياتك، أنا هو موجود. خلونا نيجي ونطمن في إلهنا الحي وهو بيكلمنا النهاردة وبيردد المواعيد بتاعته وبيقول أنا هو أنا هو أنا هو، لا تخاف أنا معاك. نقف مع بعض ونرنم الترنيمة دي. شريف أنت معنا مش كده؟ ممكن تيجي تعزف معنا بالدرامز لو تقدر، يعني عارف هتقدر تمشي معنا حتى لو مش عارف الترنيمة يعني، لكن هتقول آمين. Thank you. اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في دي، اطمن اطمن عنده للموت مخارج،
ما هو الأسد الخارج غالب ويفضل غالب. اطمن اطمن عالموج العالي بيمشي وكمان المرضى بيشفي يدي وبالنعمة يكفي ويسدد الاحتياجات في البحر شق طريق يتمجد وسط الضيق واما الأحوال بتضيق يجي ويصنع قوات. اطمن خايف ليه ملاقيش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الغالب غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن رابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان وبيدي سلام وامان للي بيتعلق بيه في الرحمة ملوش مثيل وفي ده هو دليل عن حبه الكل دليل غالي ومحبوب في عينيه. اطمن خايف ليه ملاقيش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الأسد الغالب غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات. إبليس قدامه مرعوب وباسم يسوع مغلوب واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات. اطمن خايف ليه تلاقيش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن 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 خايف ليه. احنا عايزين نسمع اصواتكم الجميله والحلوه ومش عايزين الميوزك يبقى اعلى مننا، لكن بنعمه الرب احنا عرفنا الترنيمه وتذكرناها وهنقولها مع بعض مره تاني بقوه وبثقه وبايمان. الابليس اكتر حاجه بيتعب فيها الشك، الشكوك اللي بيجي بيها هو ده من زمان الخطه بتاعته يرسل شكوك في حياتنا، واحنا بنعمه الرب النهارده بايمان هنيجي ونقول له مغلوب مغلوب بالكلمة بالوعد اللي انت عطتهوني يا رب. انا بثق فيك، بطمن بطمن في محبتك، بطمن في قدرتك، بطمن في وعدك. وانت بتقول انا هو. وانا بس كنا بنحضر خدمة امبارح فكان بيقرأ من مرقس 6 عدد 45 لأن عايز أشارككم بيه بمناسبة الترنيمة. فعدد خلينا نقراها من 45. والوقت ألزم تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر. بعد كده هون في عدد 48. ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. عدد 48 بيقول ورآهم معذبين في الجدف لأن الريح كانت ضدهم. يعني أنا عايز أشارككم معاكم إن wherever you are، أنت فين دلوقتي؟ أنت ممكن تكون في الهزيع الرابع، هو في الهزيع الرابع جه المسيح. ممكن تكون في مشاكل كتير، ممكن تكون في ضيقات كتيرة، ممكن تكون وصلت في مرحلة إن ما فيش حد حاسس بيك، ما فيش حد شايفك، لكن كانوا تلاميذ في وسط البحر لكن المسيح كان شايفهم. فنطمن مع بعض واحنا بنرنم في الترنيمة لتاني مرة ان مهما كنا، مهما رحنا، مهما ان حسينا ان مفيش حد حوالينا، مفيش حد حاسس بينا، عينه عليك. امين. خايف ليه ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايدي. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الخارج
غالب ويفضل غالب. اطمن اطمن عالموج العالي بيمشي وكمان المرضى بيشفي يدي وبالنعمة يكفي ويسدد الاحتياجات في البحر يشق طريق يتمجد وسط الضيق واما الاحوال بتضيق يجي ويصنع قوات. اطمن خايف ليه ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن ضابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان وبيدي سلام وامان للي بيتعلق بيه في الرحمة ملوش مثيل وفداءه ده هو دليل عن حبه لكل دليل غالي ومحبوب في عينيه. اطمن خايف ليه ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات. ابليس قدامه مرعوب وباسم يسوع مغلوب واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات. اطمن خايف ليه ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده الموت مخارج ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن 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 خايف ليه. امين. هنختم مع بعض بالترنيمه الاخيره اللي بتقول على الكنيسه، الكنيسة الفرحانة، الكنيسة الغير متشككة في مواعيد الله، الكنيسة اللي سمعت من المسيح نفسه هو بيقول ثقوا أنا هو لا تخافوا، ثقوا أنا هو لا تخافوا. في نفس الجزء اللي أراه أخويا وسيم المسيح قالهم وقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا. عشان كده هنقول حياتنا عايشينها للي فدانا نستناه يجي بنور يملانا، والأيام كلها هو معانا والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح ثوب التسبيح والمسيح على السحاب جاي لنا. عايشينها للي فدانا نستنى يجيب نوره يملانا، والأيام كلها هو معانا والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح ثوب التسبيح، والمسيح عالسحاب جاي لينا. أرضينا في أواخر الأيام والعلامات بتكبر قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، المسيح قلبي ما خب علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري نوري بالمصابيح والبسيح بالفرح ثوب التسبيح، والمسيح عالسحاب جاي لينا. الدموع هو بإيده هيمسحها، والأجساد نورانية هنلبسها، والأكاليم قدام عرشه نطرحها، والمسيح مجده هيملى علينا. يا كنيسة
افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبيسين بالفرح طوب التسبيح والمسيح عالسحب جاي لينا بنعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم لمجيئه يقربنا والغربة للسماء بتشوقنا والمسيح هو كل ما لينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبيسين بالفرح طوب التسبيح والمسيح عالسحب جاي لينا امين. تفضل استريحوا. هاليلويا شكرا للرب. بعد الاعلانات جت لنا للاعلان عنها في اعلان سابق ما زال موجود في الخارج جايز مش كلكم سمعتوا عنه انه سانت ميري عامله برنامج لل الشباب اللي هو فوق الخمسين تدريبات وحاجات مجانا يعني ممكن حتى يوصلوا ويرجعوا فالبروشورز موجودة برا ولو كان الميعاد خلص كل شوية بيدوا مواعيد تاني يعني ما بيوقفوش ففي التليفون برا تليفون سانت ميري لو حد محتاج حاجة يتكلم يدوله الميعاد الجاي. الجمعة 2-5 سبتمبر المؤتمر العربي 25 للإخوة بكاليفورنيا وهيكون خادم معهم الدكتور زكريا ستاورو والأخ شنودة راسم هما يعني عادة الاسمين دول بيكونوا موجودين مش كل مرة لكن يعني بأسماء نعرفها قبل كده والمرنم الأخ هاني نبيل. أي حد عايز بروشورز موجودة أيضا في الخارج. في برنامج تاني للأسر اللي عندها أطفال يحتاجوا لمعونة شوية قبل ما يدخلوا المدارس فبيقولوا إن في لوس أنجلوس كاونتي في الأوفر دي موجودة وموجود هنا التليفون والتليفونات بحيث أي أسرة عندها طفل يعني يحتاج معونة خاصة سواء في الكلام في الفهم في أي حاجة يقدر يستفيد بالبرامج دي. وبعدين الأسيس إبراهيم كامل وإحنا كنا كان طلب مننا تقدمه وهو مسافر مصر عشان يوزعها على الفقراء نشكر ربنا انكم ساهمتوا في كده يعني فهو قال لنا المره دي بقى انه يعني عايز استمرار التقدمه دي في دخول المدارس وفي عيد الميلاد وفي عيد القيامه فدلوقتي دخول المدارس فالمشغول يساهم في هذه التقدمة أثناء العطاء يكتب أبو قراص بس أنا فهمها جدا أبو قراص اللي هي وحواليها اللي بيوزع فيها
الفلوس دي. هو المرة اللي فاتت الحقيقة بعت إيصالات من كل الناس اللي خدوا كذا عيلة الحقيقة خدوا وبعت تليفوناتهم. يعني بيقول الخدمة دي حساسة وصح هي حساسة، بولس نفسه قال كده يعني. فللتثبيت يعني التأكيد أنه فعلا اللي أخذوا هو اللي وزعه هناك. شكرا للرب، شكرا للرب. هللويا 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 هللويا. هنقرأ من إنجيل مرقس أصحاح 9. مرقس أصحاح 10 ومن عدد 17، وحنستمر في القراءة إلى عدد 31. وفيما هو خارج الرب وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. بداية الآية اللي جاية هي موضوع التأمل أو موضوع الخدمة. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله؟ فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة
وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. شكرا للرب. ننحني أمامه ونصلي. أبانا السماوي، نشكرك من الأعماق رب لأجل أنك أعطيتنا فرصة جديدة لكي نفتح كتابك وندرس كلامك. كلامك هو الكلام الوحيد المحيي، لأنه كلامك. كلام البشر مخزي، لأنه كلام البشر. تكلم إلينا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين. مجد للرب، مجد للرب. الشخصية هنا اللي بيتكلم عنها الكتاب في إنجيل مرقس أصحاح 10 وعدد 17 مذكورة في الأناجيل الثلاثة اللي هم متشابهة، اللي هو متى ومرقس ولوقا. وفي كل إنجيل بيضيف حاجة بحيث إنه يكمل لنا الموضوع. إيه اللي حصل؟ الرب خلص برنامجه في مكان ما، وكان وقتها قدموا له الأولاد وباركهم، التلاميذ انتهروهم وانتهروا لقدموهم، فالرب وبخ التلاميذ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وفيما هو خارج إلى الطريق، ده كان في بيت يعني غالبا، لأنه بعد كده طلع للطريق. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجفى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ هنا بنلاقي زي مريض راح المستشفى لو عنده 30 مرض مثلا، أي رقم من الأمراض كتير يعني. الراجل ده كان عنده كذا مرض روحي، وبنشوف إزاي ربنا يعني عالجه ومن مرض لمرض. والقصة ما تنتهيش بالعلاج الكامل، لكن يتضمن في القصة نفسها أو في الحادثة نفسها إن الراجل ده نال العلاج الكامل. الراجل ده في إنجيل لوقا يعرفه الكتاب إنه رئيس، رئيس. وهنا عندنا رئيس ثاني برضو من اليهود بنقرأ عنه، هو اسمه مين، حد فاكر؟ يايروس، كان رئيس المجمع كمان. ده اللي قال له ابنتي في حال الموت، في قرب هذا الوقت يعني. هنقارن شوية بين الرئيسين دول. هذا الرئيس يقول ركض واحد وجاث له، جري 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 جري، وراح جاث المسيح. طب انت بتجري ليه؟ لأن الموضوع يهمني جدا. طب ما انت تمشي عادي هتشوفه، تسرع شوية لو هو مش أسرع منك، لكن بتجري ليه؟ الجري ده مش سهل على واحد رئيس. تخيلوا لقينا مثلا بلاش رئيس جمهورية، رئيس وزارة بيجري، رئيس مجمع بيجري. تخيل رئيس مجمع بيجري، ايه يا اخوي؟ حاجة مش سهل. ايه وراء ايه ده؟ ايه الموضوع؟ هنا هو في موضوع مهم جدا عايز اعرفه. ايه الموضوع ده؟ موضوع مقدس، عايز يورث الحياة الأبدية. في احلى من كده؟ يعني بصراحة
أتمنى أكون أنا جريت عشان أنا ما جريتش ولا حاجة. وقتي خلاص يعني ما جريتش، أنا ما كنت شعر حتى أنا فيه خلاص. لكن أنا مثلا بجري عشان ألحق المدرسة، بجري عشان ألحق الشغل، كلها أمور هنا لازم أجري. لكن ما فيش حاجة روحية خلتني أجري مرة في حياتي. الراجل ده عجيب. طب هي هتفرق إيه الخمس دقايق دي؟ لا لا، موضوع مهم جدا. وبعدين انا لقيته اهو، لقيته يعني في الشارع قدامي بتاعي، يعني في مسافه طبعا بينهم، جنبي اهو، لازم اوصل بسرعه، وكمان مش عايز اتاخر. انا جايز واحد ياخد وقت منه زي ما حصل مع يايروس، برضه ما اعرفش يايروس طبعا، لكن احنا بنقارن بين الاثنين. وفيما هو خارج الى الطريق، الرب يسوع خارج الى الطريق، ركض واحد وجث له رئيس يجثو ليسوع. غريبة قوي، سبب غريب من الاثنين الحقيقة، من يارس ومن ده، لأن كل الرؤساء ورؤساء الكهنة وكل الناس اللي لابسة كتير حاجات يعني كده رهيبة يعني كبيرة قوي، ولا حد يبص ليسوع، مش يجي مش يسجد له، يسجد له ايه؟ ده هم ناوي يقتلوه وقتلوه فعلا، لكن هذا الرئيس جثى له وسألوا أيها المعلم الصالح. طبعا لقب رهيب جدا، والرئيس ده عارف أن ما فيش صالح إلا الله، صحيح هو المسيح يعني خبطوا بيها، لكن هو عارف. هل كان يقصد هو الله؟ ما نعرفش، ده اللي فتح معاه المسيح الحديث، لماذا تدعوني صالحا؟ لكن كلام الراجل وسأله أيها المعلم الصالح، ده تقدير كبير جدا من رئيس ليسوع ابن النجار. ده الوضع الاجتماعي ليسوع، ايه من هذا يعني؟ وازاي اعطي هذه الحكمه والقوات؟ ده اهل بلد الناصره، مش ده ابن النجار ابن يوسف وابن مريم اخواته عندنا؟ هنا الرئيس ما قالش كده، ده رئيس. لكن واساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وهنا نشوف لك المجد يا رب، حكمة المشرط الإلهي هو بيعالج الموضوع، حكمة المسيح هو بيطلع فلان ده من اقتناعاته اللي هو مقتنع بيها. اقتناعاته ممكن تكون من تأثير الناموس عليه، لكن دلوقتي الوضع تحول من الناموس، لأن المسيح أكمل الناموس، إلى النعمة. فهو فعلا رجل يعني النعمة مش باينة أوي، هي موجودة، هو الخلاص بالنعمة من أول الزمان لأخره. ما موسى خلص بالنعمة، مش بأعماله، أعماله غلط، قاله ما تدخلش أرض كنعان، لكن خلص بالنعمة. وهكذا كل اللي دخلوا وأطاعوا الرب خلصوا بالنعمة. بهو ده، بس الراجل ده حسب الناموس الذي يفعلها يحيى بها، دي آية في الناموس وآية صحيحة. عشان كده لما قال له أنا حفظتها، قلب يسوع ده أحبه. ده إيه العجب ده يا رب؟ ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السؤال بالضبط يعني هذا. الناموس هناك قال لي اعمل 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 اعمل، وانا عملت، وده هنفهمه بعدين طبعا، انتوا عارفين انه حصل بعدين يعني. لكن الناموس ما ادانيش يعني وعد بالحياه الابديه، اداني وعد هنا يكون معايا والرب يباركني ويديني الارض واثبت انا فيها واولادي يثبتوا فيها، كل الوعود بتاع طاعه الناموس ظاهريا تتكلم عن الأرض، لكن هي فهموها إبراهيم وإسحاق يعقوب عن السماء التي له، فهم ناظرين إلى المدينة التي هي صانعها وبارئها الله، ده اللي فهم قوي. لكن أنا على قده الراجل ده، فاديني أعمل إيه؟ ما أنا مش عارف أعمل إيه. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ هنا الرجل ده عنده كذا غلط في الموضوع.
أول غلط هو الإنسان ممكن يعمل ويوصل للحياة الأبدية. يعني احنا هنا في الكنيسة أو أي حد في الدنيا تعمل إيه عشان توصل للحياة الأبدية؟ أصوم، صوم، أصلي، أبذل جسدي حتى أحترق، يعني أقعد صايم لغاية لما أموت. مش هتروح من انت عايزه. هو الحياة الأبدية دي إيه؟ لا مش كده خالص. أمال إيه الحياة الأبدية دي؟ الحياة الأبدية هي حياة إلهية لا تؤخذ إلا لمن يكون ابن الله، لأن إحنا صرنا ورثة. بولس قال صرنا ورثة فعلا، بس ورثة ليه؟ ما دمتم أولاد فأنتم ورثة. فتورث إيه؟ تورث إيه؟ بريطانيا كانت بتسود على أمريكا وكندا وأستراليا. أمريكا استقالت من نفسها خالص، لكن كندا وأستراليا إلى الآن بيرجعوا للملك. يعني ما فيش رئيس جمهورية في كندا حسب ما أنا فهمت، لأن الرئيس الكبير هي الملك. أستراليا أنا عارف هناك أنه بتدي منحة لأي أول واحد يوصل عمره 100 سنة يجي الجواب من الملك، كتر عمرك وربنا كتر عمرك، كلام بقى حلو يعني. فالملكة هنا وهنا. طيب يا جماعة بتوع كندا، صح هذا الكلام أنا سمعته يعني، أو أستراليا، مين فيكم يورث العرش؟ عرش يا عم. نحن بس يوصل لنا جواب من الملكة. وكان في واحد هناك عنده 96 سنة من زمان لما زرت، ما أعرفش وصل 100 ولا، كان مستني يوصل 100. ليه؟ عايز جواب من الملكة، مستني، حيموت على 100 سنة دي، وإن شاء الله يكون ربنا وصله. فهنا الحياة الأبدية مش من بشر. يعني إيه بشر يدي حياة أبدية؟ مستحيل. فابتدى العلاج بقى. فقال له يسوع، ده أول خطوة من خطوات العلاج، فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. أنت بتدعوني صالح لعدة أمور. الموضوع ده أصله يعني في بعض الناس المش مسيحيين بيحاول يلعبوا بيها، بالعكس ده ممتاز جدا. أول أمر: ما فيش صالح إلا واحد وهو الله. فأنت بتقول لي صالح لأني الله، يبقى أنا أقدر أعالجك. لكن بتقول لي صالح بتبيع كلام، ما لكش علاج عندي. أعالجك إزاي؟ لأن ما حدش هيقدر ينصحك إزاي تورث. والميراث هي ميراث، ميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل، مكتوب كده في الكتاب، ميراث، بس ميراث الأولاد مش ميراث الغربة، مش ميراث الذين لم يقبلوا الله مخلصا، مش ميراث لمن هو ليس ابن الله. مستحيل، لازم تكون ابن ربنا عشان تورث. عشان كده الناس اللي بيقولها ما عندناش أب، يبقى مش هتورثوا، دوروا لكم على أب تاني بقى، روحوا وراه في أي حتة. وكل الناس غير المسيح في جهنم، اللي هم الأنبياء الكذبة يعني. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. دي أول خطوة في العلاج، أنك تدرك أنك تحتاج أن تصبح ابنا لله، ولا مش تورث. الميراث مش بجهدك ولا بأعمالك. وعشان كده الناموس ما قالش، لم يعد اللي يعملها يحيى بها، أيوة يحيى هنا في الدنيا كويس يعيش كويس، لكن الميراث الأبدي ده مذكور عنه في الناموس طبعا، لكن أعلن بكل وضوح في العهد الجديد. بعدما المسيح قال له كده: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد والله. دوكا ما ردش، ابتدى يفكر في الكلام، ما ردش خالص. المسيح كمل كلامه: انت تعرف الوصايا، انت بتقول انك انت عايز تعمل، والوصايا دي فعلا اللي يعملها يعني يحيى، افعل هذا فتحيا. هنا يقصد المسيح طبعا اللي عملها بقلبه هيحيى الى الابد، اللي عملها
مش بالقلب لكن بالاقتناع الذهني حيعيش كويس هنا بين البشر. أنت تعرف الوصايا، وقبل الوصايا الأخيرة اللي هي يعني مش متعلقة بالله لأن كل واحد بيتصور نفسه يعرف ربنا كويس قوي، قبل الوصايا الأخيرة اللي هي العملية لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. دي الوصايا اللي في اللوح الثاني، اللوح الأولاني الوصايا في العلاقة مع الله. فأجاب وقال فرح أوي، فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها ما نشكر جريد عشان أفهم ده كفاية ولا لأ. هذه هو بيقول لنفسه جوه جري ماشي المسيح كده، لكن بيقول لنفسه عشان كده أنا جريد كده كده أسأل يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. وتيجي هنا بقى الآية اللي منها اللي خدنا موضوع الخدمة، فنظر إليه يسوع وأحبه. ما أنا نفسي أكون واحد من يسوع يبص لهم ويحبهم. ما أعرفش طبعا أكيد أنتوا كده كلكم حتى اللي سمعنا في التلفزيون. طبعا لو أنت مش مسيحي وأنت سمعنا هناك تعال للرب قل له ارحمني أنا الخاطئ، هتلاقي الحب والحنان والرفعة والتغيير والتقديس. كل يوم بنسمع عنهم اختبارات الحياة مش عارف قول بإيه. نشكر ربنا لأجل عمله في وسط أحبائنا اللي هم لا يؤمنوا بالصليب. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. إيه اللي خلى يسوع يحبه هنا؟ فنظر إليه يسوع، طبعا بيبص له كده لما يبص له يحبه. عارفين يا حبايبي الراجل الرئيس ده شعر بعينين يسوع 100%. بتحصل معنا احنا يعني احيانا واحد يجي هنا الاجتماع اول مره الى نفسه ارتبط بثلاثه اربعه خمسه كتير ارتباط قوي. ازاي هو كده اللي ربنا بيربط الناس هنا ده ربط نفسه يسوع بالراجل ده. فنظر اليه يسوع وحب. لدرجه بعض المفسرين بيقولوا ده بولس الرسول. لا مش بولس الرسول، ما نبالغش في التفسير. بولس ما شافش ربنا خالص. فنظر اليه يسوع واحبه وقال له يعوزك يا شيء واحد. المنظر عاطفي قوي طبعا اكيد الراجل شاعر بيسوع وفرحان قوي بالنظره دي قوي وانه وجد تقدير عند الرب. وفعلا هو بالنسبه له الانسان ده فرحان بالانتاج اللي عمله، حفظها من لما كان عيل صغير وفرح قوي بنظره الرب ليه لان بيبان الحب على طول. وقال يعوذك شيء واحد. فرح قوي حاجه واحده بس قول اذهب بيع كل ما لك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حاملنا الصليب. ده فيه هنا كم حاجة ورا بعض. اذهب قال يعوذك شيئا واحد، اذهب امشي دلوقتي قبل ما نكمل مع بعض الكلام. خلص الموضوع بقول لك عليه. نمرة 2 بيع كل ما لك. 2 اعطي الفقراء، ما تخلوش في الخزن ولا مبلغ تشيله في حته. النتيجه فيكون لك كنز في السماء. وبعدين تعالى دلوقتي روح خلص الموضوع تعالى اتبعني حاملا الصليب. ليه كل ده؟ دي حكايه، هي فعلا حكايه. و
حب المسيح لينا في إعطائنا الخلاص هذا لا يجعلنا خلاص الموضوع انتهى، قد خلصت قد خلصت، لأنه ده بعد الخلاص. الخلاص بيتولد الإنسان يبقى عمره ثانية، والثانية اللي خلص فيها، طب والسنين اللي جاية دي عايزة المسيرة، دي المسيرة اللي الرب قالها لهذا الرجل. انت اول واحد، اول حاجة تعملها الخلاص. الخلاص انت الوقت قلت لي ماذا اعمل ارث الحياة الابدية، وانا حبيتك وبيننا حب دلوقتي، اكيد الراجل مذهول من عينين المسيح. يوجك شيء واحد، اذهب بيع كل ما لك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. النتيجة ليست كما يرجى. النتيجة أنه حصل أن الرجل اغتم على الفور، على القول اغتم. إيه ده؟ أنا فاكرها سهلة. لا لا، صعب أوي، صعب أوي. فاغتم على القول، ولأنه مش قادر يعمل كده حزن، نفسه يعمل بس صعب. ليه؟ لأنه كان هذا أموال كثيرة، أعمل إزاي كل ده؟ أروح أبيع ودي الفقر وأجي كده؟ ما قدرش. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. مشي. فالمسيح بيعلق بعد ما مشي، فنظر يسوع حوله، كان حوالينه التلاميذ، أو جاز في ناس تاني غير التلاميذ، لكن هو قال لتلاميذه، وقال لتلاميذه: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. التلاميذ نفسهم اتحيروا، إزاي إزاي؟ إبراهيم كان غني وخالص، داود كان مالك وغني وخالص، يعني إيه كلامك ينطبق إزاي على تاريخ الأمة اليهودية؟ فتحير التلاميذ من كلامه، ففسر لهم. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، شوف يعني طبعا المسيح بيقول لهم بنية دي كتير يعني، لكن عارفين اللي حب حب جديد بيبقى رايق قوي في كلامه. يا بنية، مش دايما بيقولها يا بنية، دي قالها هنا يا بنية، إن كان قالها مرات قبل كده أو بعد كده مش مشكلة، لكن هنا كلمة يا بنية دي يعني أحشاء المسيح فياضة بالحب لهذا الرجل، وما زالت فياضة. يا بني، ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. وده موضوع تعب المسيح أول خالص، عشان كده استمر فيه، كان ممكن كده كفاية من خلص الموضوع، بدل يعني مش الحكاية اللي عنده أموال، لا ده اللي متكل على أموال تفسر الموضوع. لا، والمسيح في كلامه واضح ان هو يعني تعبان، تعبان، لان حاجه تجلب التعب، تجلب الاكتئاب، ان واحد يهلك. ليه؟ لانه متكل على الاموال، والاموال لا تفيد شيء، فغباء. واحد متكل على الاموال لاجل الخلاص والاموال لا تخلص، غباء. فقال، كمل كلامه: مرور جمل من ثقب إبرة، دي تنفع ما تنفعش، أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. بعض الناس اللي بيحبوا يخففوا شوية من الإنجيل، يعني ما أنا مش موافقهم يعني، لكن بيقولوا ده ثقب الإبرة ده كان باب من أبواب أورشليم، ما قراش عنه خالص باب ده، مش مذكور، لكن هو تأليفه، وكان واطي شوية، ف
فالجمل ما يقدرش يمر الا لما نحن كل ده كلام مش موجود في الكتاب. انا لا وفق الاطلاق. هو اصل المسيح، وحتى في الانجليزي ثقب ابره، مش حاجه في باب اورشليم، مفيش باب ده خالص، في كذا باب مذكور اسمهم. الاصل المسيح مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. ده بالنطق بالحرف كده اصل، يعني يستحيل. فبهتوا الى الغايه، والدليل على كده بهتوا الى الغايه، هم في اورشليم هناك كانوا يفهموها يعني لو كانت بالتفسير المودرن ده. فبهتوا الى الغايه قائلين بعضهم لبعض، فمن يستطيع ان يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال فعلا هذا مستحيل. ما قالش كده. ثم قال إيه؟ عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. يعني ممكن ربنا يدخل جمل مساق إبرة؟ نعم لو أراد، لو كان هذا فيه الخير الكنيساتي يعمل كده، ما عندوش مشكلة خالص. دليل على ذلك أنه ناس معاش سيوف ولا آلات حرب، وما بيحاربوا جيش العدد بتاعه قديهم مئات المرات أيام جدعون، وكان معهم جرار فرغة وفيها نور مولع. إيه الأنتيكة دي؟ ايه الحرب دي؟ ده هيتاكلوا. الحرب استمرت ربع ساعه بس، خبطوا الجرار، النور نور، سيف ده رب جدعون، هم قتلوا بعض الناس. ايه ده؟ قدره الله، قدره الله. ما عندوش حاجه اسمها مستحيل اطلاقا. هل يستحيل على الرب شيء؟ قالها الرب نفسه لما قال لابراهيم ان مراتك هتخلف وهي سنها 90 وسنها 100، وخلفت فعلا. طيب هو دلوقتي ايه بقى الموضوع؟ كل كلمه قالها الرب مظبوطه 100%، نقيه 100%، صادقه 100%. طب ايه بقى اللي هو عند الناس غير مستطاع؟ عند الناس غير مستطاع إن يستحيل أن الإنسان يخلص نفسه، يستحيل. هذا عند لدرجة إن الراجل مضى حديثا، هو حزين، مش قادر يعمل حاجة خالص. لكن في ثانية تحدث مقابلة بينه وبين الله ويتم هذا الأمر. إيه الأمر المفروض ذم؟ هنا بيتكلم عن الفلوس، لا مش بس الفلوس. لحينما تلمس نعمة الله إنسانا ما ويقبل الخلاص ويدخل إلى أعماق الشركة مع الله، وفي تخيلي أن نظرة الحب اللي نظرها له يسوع أثمرت ربما بعد وقت قليل وخلص هذا الإنسان. النظرة دي ما تروحش أبدا، عشان كده بيفسروا إذا بولس الرسول، يعني مش مفيش دليل يقول كده، لكن ممكن واحد زي بولس مثلا جايز، أو زي أي حد تاني خلص هذا الإنسان ده بيقينا، لأن نظرة الحب دي ما تخرش الأرض أبدا. ما بيحبوا ليه؟ بيحبوا لأنه بتاعه، بس هو ده مش فاهم كده. فعشان كده قال هذا عند الناس غير مستطاع لكن ليس عند الله. يعني معناها نحس كده، أو أنا حاسس كده أنه حصل فعلا أن هذا الإنسان خلص. ففي ثانية واحدة، في لحظة واحدة، حينما يتقابل ما المسيح المخلص برضو روحيا، بس يتقابل روحيا مع هذا الإنسان ويقبل هذا الإنسان نظرة الحب والحنان والخلاص، يخلص. ولما يخلص
مش هيبيع كل أماله، هو الحقيقة مش مطلوب يبيع كل أماله، ده امتحان، اذهب بيع كل مالك. والمسيح فسرها في نفس الوقت لما قال له من يستطيع أن يخلص؟ تلاميذ، يعني إيه يبيع أماله؟ ده الأمال دي بركة، ده الأمال دي يعني كانت وعد الله لنا في العهد القديم، ودانا بلاد ودانا احنا كنا معبيد في أرض مصر. لكن هنا ما أعسر دخول المتكلين على أموله، الرجل ده ما اتكلش على أموله خالص بعد كده، ولا اتكل على قدرته، ولا اتكل على أنه حفظ الوصايا، ولا اتكل على حاجة خالص، خلاص بقى عريان ومالوش إلا يسوع بس. لبسته المسيح، لبس المسيح، ده مش مذكور في الكتاب المقدس، لكن أنا متأكد هنشوفه فوق هو والتاني يايروس برضه. وكل واحد يريد الرب أن ينقيه لازم يخبطه خبطة نقي. تتخضش لما تجيلك خبطة من ربنا، تتخضش أبدا. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. ده الخبط ده من محبة الرب لي كإنسان ولي أنا. وأشكر ربنا كل الأنعم علي به الرب من خبطات خفيفة قوي يعني، بس يا مفرحة جدا. زي ما اتخبط يايروس لما ماشي ورا الرب وبيته في حال الموت ومستعجل، حصل ايه وهو ماشي؟ وقف المسيح. ايه الحكايه غريبه جدا، واحده الدنيا زحمه خالص عليه يقول لك من لمسني؟ لمسك. كان هنا بيوعظنا اخ هو في السماء دلوقتي، ففاكر لما كان بيتكلم الحكايه دي، لمسك ده دفشك. اصل فعلا لمس ايه اللي وراء 1000 ولا 100 ولا 50 ولا 600، لمس ايه ده كله بيزق فيك؟ يقول لك من لمسني، انا علمت في حد لمسني لان في قوه خرجت مني. ايه؟ عشان كده كل عمل صالح وكل بركه وكل شفاء وكل خلاص قوه تخرج من المسيح تعمل في هذا الانسان وتسدد له احتياجه. وبس يا يروس لقى نفسه محتاس ان المسيح مصر يقف ويبحث موضوع تاني خالص. يا رب انت مش امريكاني ولا ايه؟ هنا امريكا عملت نظام في الحاجات دي. ده لو واحد مثلا وقف عند الشباك في اي مصلحة عايزها والموظف اللي عند الشباك خد واحد وراه، ده يتحاكم فيها. طب ايه؟ مش كل حاجه بتدور ولا ايه؟ في الارض كل حاجه بتدور، كان عندي ادوار ثانيه في السماء. ايه الادوار الثانيه في السماء؟ ما انت عذبت الراجل ده. انا قصر اعذبه يا اخويا؟ ايوه قصر. ما انت تفتكروا يعني فلتت مني يعني ولا ايه؟ انا قصر عشان يزداد ايمانه. النهارده بنته هتقوم وانا عارف كده، ده انا قصدت انها تموت عشان يجي له واحد يقول له بنتك ماتت لا تتعب المعلم. انت بتقص كل حاجه، ايوه لاجل خير الكنيسه، لاجل ان تتعلم الكنيسه ان لها راس، وهذا الراس هو صاحب السلطان، وهذا الراس هو الذي يعمل كل شيء لاجل خير اولاده. ما يسيبش حاجه لخير اولاده ما يعملهاش. واكثر اللي بيعمله ربنا في ضيقات وفي الام وفي مفاجآت وفي يعني اهوال. وطوبى للي يسمع، وطوبى للي يثق، وطوبى للي ينتظر سارى خلاص الله. ما جاله الخبر ابنتك ماتت ليايروس، يعني لا تتعب معلم بعد، في نفس اللحظه للوقت سامع يسوع، هو سامع من قبل، هو الراجل لما طلع والبنت اللي مات، ما هو اللي عمل كل ده المسيح. وفي حاجه بتجري اللي بيعملها المسيح، لكن يعني الوقت قال له لا تخف عشان يسنده، ولا الراجل هيتجنن. لا تخف، آمن فقط، ما سكتش عند كده، قال ليه؟ فهي تشفى. يا خبر ابيض، فكان امتحان لايمان يايروس. خلاص هدي وماشي ورا يسوع بعد ما خلص المشكله بتاعت الست دي، وقال لها ايماني قد خلصك، اذهبي بسلام قد برئت من دائك.
وراح هناك وقامت جاي رسول يا ربي ايه ده انا لما جاي الخبر حصل لي هلع طبعا انت جنبي والبنت تموت فكان فضل لنا نص ساعة مثلا مخلص لازم الست اللي توقف في السكة انت حكيم قوي ده انت خلصت كل شغلك الست دي شافتها انت شفيتي من داك الذهبي وبنتي قامت والجموع خدت اختبارين وشافت في بحر نص ساعة تحرير للمرأة النازفة الدم وشفاء وقيامة لبنتي لك المجد يا رب علمني أنا أنتظرك يا رب لما الاقي مفاجأة في حياتي مش متوقعة ومش باين فيها خير زي بنته اللي ماتت دي علمني أنا أنتظرك يا رب وأنا متيقن أنه لن يخزى منتظروك انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب وأنا متخيل أن هذا الرجل لما آمن ما نقراش عنه حاجة بعد كده خالص بالإنجيل لكن آخر حاجة بنقراها في غزل بينه وبين المسيح في حب نظر إليه وأحبه لك المجد يا سيد لك المجد يا رب فإذن الآية هنا لما بتقول عند الناس نظر على 27 فنظر إليهم يسوع اللي هم تلاميذه يعني لما بهتوا وقال عند الناس غير مستضع وهذا لا أهمية له لأن المسيح ليس إنسان ابن آدم ما فيهوش آدم خالص إنما هو ابن الله ابن الله الله الذي ظهر في الجسد عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله هم يقولوا التلاميذ من يخلص يعني أنا فاهمها كده إن الرجل ده هيخلص هذا لأن المسيح حب أهم حاجة لذلك يا أحبائي لما قال له هنا اذهب بيع كل ما لك احنا بالنسبه لنا ما فهمناها انها مش فلوس المتكل على اموال الحين المتكل على اموال احسن له يبيع فلوسه عشان يستريح يريح دماغه بدل ما فاكرها يعني هو عشان غني بقى ايه يعني ملك الدنيا لكن ده في حاجات تانية غير المال مهمه قوي مهمه جدا ونفس الشخص ده كان بيمارسها اللي هو ايه اللي هو قدرتي الذاتيه على الصلاح حفظت الحاجات دي منذ حداثتي الولد كمان ولدي المهم في حياتك يا إنسان أنك تحب الرب دي الوصية الأولى والعظمى تحب الرب من كل قلبك من كل قدرتك من كل فكرك من كل كيانك وتحب قريبك كنفس الحب كل حاجة الحب كل شيء في الحياة لأن الله محبة إلهنا إله اسمه الله محبة تحب الرب لك بهذه الكيفية هتلاقي السر اللي حصل ايه السر اللي ده هتلاقي انك انت قبل ما تحبه هو حبك وهو جالك هو اللي خلاك تروح له يا رئيس انت وتسجد له هو اللي خلاك تسأله ماذا اعمل لأرس الحياة دي هو اللي ماسك كل حاجة وفي النهاية خلصت 100% خلص وسنراه هناك في السماء وهنقعد قاعده معاهم مع ايروس نتكلم مع بعض ايه اخبارك انت ايروس اخبارك طبعا هننسى كل الدنيا دي هنقعد ننام الرب ونفرح بالرب ونعيش السماء من اعمق ابوابها ومن اجمل ما فيها ايه بقى المطلوب هنا نهايه تاملاتنا او الهدف من تاملاتنا او اللي انا اتعلمته ده كان خلوتي امبارح اللي انا اتعلمته من الامر ده إنه أترك كل شيء وأتبع يسوع أترك ذاتي وأترك إدراكي وأترك تفسيري للآيات لأن ربنا كل يوم بديني تفسير أقرب للحق ما فيش حاجة عندي اسمي وصلت أو بلغت خالص بل إن أكملت كل شيء أقول لنفسي إيه أنا عبد بطال وفي ده حقيقة مش كذب مش انا بجامل ربنا واقول انا عبد بطل لا دي الحقيقه
الحقيقة إن احنا نحتاج إلى وجود الله وإلى حب الله وإلى نظرة الله لنا، نظرة الحب اللي بتزبي القلب، نظرة الحب اللي بتزبي القلب. هذه النظرة تغير الحياة من مجد إلى مجد برغم الآلام اللي بتجيبها النظرة دي، لأنه بينقي بيضره، عايزه بيضر أنقى، عايز الإنسان يتنقى أكتر ويعرف ربنا أكتر. في وقت من الأوقات كان حكومة مصر يعني كانت شوية زعلانة مني، فبعتوا لي جواب قالوا لي إن أعتبرك مستقيل بالرغم من كل قوانين البلد، لأنه فيش حاجة اسمها أنا أعتبرك مستقيل. المهم فواحد سمع بالحكاية دي قال لي أنا حالين لك شغل كتر خيرك. واحد صديقي الحقيقة موجود لغاية دلوقتي وأشكره، وجد لي شغل فعلا عند مهندس كبير في مصر مشهور قوي، ورحت عند المهندس الكبير ده أشتغل، فلقيت بيشتغل معاه مين؟ بيشتغل معاه ابنه، ده طبعا المدلل خالص، ده صاحب المكتب ابنه ده. فمرة خطر بالي بسؤال، يعني حصل بيننا ود يعني مش بس أنا بينه وبين كل المكتب مع بعض، فقول له يا باشمهندس فلان أنت مبسوط إنك شغال مع أبوك؟ قال لي أحلى حاجة تشتغل مع أبوك. أنا خدتها عن الآب السماوي حقيقة، وبقول لنفسي وأرجو أنت تقتنع بهذا، أحلى حاجة تشتغل مع أبوك السماوي وأبوك يسود عليك وتبقى خدامه، تبقى عبده إلى الأبد، هتلاقي فوق مكافآت لا حدود لها. أما أنك أنت ليك ذات وشخصية غير أبوك وعندك أفكار غير أبوك، مش هتكسب، مش هتكسب، لأن الآب السماوي كلي الحكمة، كلي القدرة، كلي الحب، كلي السلطان. اذهب بع كل مالك حتى نفسك حتى كل شيء ولتستمتع بالعبودية للأب الأبدي يسوع المسيح، ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين. أرجو أن ننحني أمام الرب ونصلي ثم نجمع التقدمة. مجد للرب. وحدك لأنك من جزت عني ذا الصليب، وحدك لأنك قبلت ذا الموت الرهيب، ملكك نفسي بجملتي يا حبيب، ولك أحيا أترك الكل، أترك الكل. Oh,
حبي لذات كبريائي والأنا حتى يبقى المجد للذي اشتراني لا أنا وهو يعلو يسمو وأنا ما أنا أترك الكل أترك الكل أترك الكل مهما يكون من مباهج أو غنى فكفايتي حبيبي متعتي كل الهنا يا نصيب كنز أنت لي للمدى فلك أحيا أترك الكل أترك الكل هاليلويا هاليلويا هاليلويا. نجمع التقدمة وأذكركم بالقصة إبراهيم كامل في طلبه بدخول المدارس فهم طالبين معونة في أبو قراص. ربنا يشغله بأي تقدمة النهاردة أو ممكن الأسبوع الجاي وبعد كده هنقول له الأخبار يعني. يكتب بس أبو قراص سواء كاشي لفه في ورقة ولا أبو قراص أو شيك يكتب عليه أبو قراص. نجمع التقدمة حبايبي أخويا وهبي وجورج وديع مولنا التقدمة. هللويا 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 شكرا للرب. مؤتمر الإخوة أفتكر قريب هو من 2 سبتمبر للجمعة إلى يوم الاثنين 5 سبتمبر. دكتور زكريا ستاورو والأخ شنودة راسم أفتكر. والمرنم هاني نبيل. هاليلويا. شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب هاليلويا. لك المجد يا سيدي.
عايزين عازف يا عازفين؟ تفضل. شكرا. حدش هنا عازف يا حبايبي؟ إيمان جاء؟ طب شكرا. شكرا حبيب نعظمك ونشكرك من كل القلب. لك المجد لأجل صوتك لنا في هذا اليوم يا رب. يا رب نشكرك لأنك عندما تطلب من الإنسان لا تطلب شيئا لكن تطلب الكل، وتريد أن الحياة بكاملها وبجملتها تكون ملكا لشخصك يا رب. لذلك قلت لهذا الرجل أن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول أصحاب الأموال إلى ملكوت السماوات. نعم يا رب، مع أضيق الباب ما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. المسيرة معك، أنت وضعت شروطها بنفسك يا سيدنا رب. يا رب اجعلنا أن نقبل إرادتك بالكامل، ما نقبلش جزئيات منها بحسب استحسان يا رب، لكن نقبل كل ما توصي به يا سيدنا رب. أشكرك لأجل صوتك، اجعل صوتك دائما حيا داخلنا، قويا مغيرا مؤثرا في حياتنا، ليس كلاما نسمعه لكن حياة نقبلها من شخصك. أنت الحياة. أشكرك لأجل عبدك ومن أسمعنا من كلمة في هذا اليوم، اجعل هذه الكلمة لا ننساها لكنها تسكن في أعماقنا وتشكل حياتنا، تجعلنا نفهم ما يقوله الروح القدس ونعيش بما يعطينا إياه الروح القدس، لأن الوقت مقصر، افتدي الأيام، افتدي الوقت، الوقت مقصر جدا، أحداث سريعة جدا بنشوفها حوالينا، كلها عايزنا أن ننتبه ونتعلم من شخصك الكريم. بارك هذه التقدمة، استخدمها لتمجيد اسمك، بارك عملك في كل مكان، خدامك في كل مكان،
واملأ احتياجات عبيدك المؤمنين حسب ظروفهم وضيقاتهم حسب مراحمك يا سيدنا الرب. لاسمك العظيم القدوس كل المجد الأبد. آمين. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين آمين. سلام الله معنا. مجدا للرب مجدا للرب.